يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي كيف أن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، وبين أن آدم وحواء عليهما السلام سميا ابنهما عبد الحارث وسمي شرك الطاعة. هذا يأتي إن شاء الله، ما بعد وصلنا. لا تستعجل، أن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، بأذن عليه أصغر فقط. نعم، سنبحث إن شاء الله. نعم.